أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية التي ما زالت تتابع ملف انطلاق المفاوضات وتحديدا تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية التي تحدث فيها عن صعوبة تلك المفاوضات. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الرئيسية: رعاية أمريكية لمفاوضات واشنطن، وكيري يعين إندك رئيسا لطاقم المفاوضات المباشرة. اليمين الإسرائيلي يهدد بمقاومة تنازلات نتنياهو بشأن استئناف المفاوضات. وفي الصحيفة أيضا: العليا الإسرائيلية تصدر أمرا احترازيا بمنع بناء الجدار على أراضي دير الكريميزان. الجامعة العربية تعلن عن شبكة أمان سياسي لفلسطين في المفاوضات المقبلة، وتعديل مخطط الشارع الاستيطاني 9 وإقرار شبكة طرق لربط مستوطنات الضفة بإسرائيل. صحيفة الحياة الجديدة عنونت صفحتها الأولى: نتنياهو المفاوضات ستكون صعبة ولا تجميد للاستيطان. وفي عنوان آخر: السفير الأمريكي: حقيقة الاتفاق بين عباس ونتنياهو من الأسرار التي يحملها كيري. ونقرأ في الصحيفة أيضا: الحمد لله الوضع الاقتصادي صعب جدا والمسبب الرئيسي هو الاحتلال. وغنام تقول: تصاريح الاحتلال أسقطت ذريعة الأمن لإقامة جدار الأمن العنصري. أما صحيفة الأيام فكتبت: لقاءات واشنطن المنتظرة ستوضح وتتفق على أسس المفاوضات وقواعدها قبل انطلاقها. ووزراء وحلفاء نتنياهو يشككون في المفاوضات ويرفضون القيام بأي تجميد ولو جزئيا للاستيطان. وفي الشأن العربي كتبت الأيام: مصدر قضائي في صدور قرار بحبس مرسي 15 يوما. وكشف برقية أمريكية للجيش المصري: لا تفكر أبدا بإسقاط مرسي. ونقرأ أيضا: المعارضة السورية: قوات الأسد استخدمت قذائف كيميائية في قصفها مخيم اليرموك. إطلاق المفاوضات ما زال يحظى باهتمام الصحافة الإسرائيلية. صحيفة هارتس أبرزت العناوين التالية: بضغط من اليمين، نتنياهو يبادر لطرح قانون جديد يلزم بإجراء استفتاء عام على أي اتفاق سياسي. توقعات بمصادقة الحكومة قريبا على إطلاق سراح 82 أسيرا فلسطينيا. مسؤولون في جيش الاحتلال: الإفراج عن المعتقلين مرهون بتقدم المفاوضات. ونقرأ أيضا: مقربون من نتنياهو: المفاوضات من شأنها أن تؤدي لإنشقاق البيت اليهودي. أما صحيفة يدعوت أحرنوت فكتبت: ليبرمان وليفني ضد الاستفتاء العام على أي اتفاق، المفاوضات مع الفلسطينيين لم تبدأ والصراع على اليوم الذي يلي الاتفاق بدأ في إسرائيل. نتنياهو يعارض أخذ موافقة الوزراء المسبقة على إطلاق سراح المعتقلين. ونقرأ أيضا: السلام الآن، تراخيص البناء في المستوطنات تبلغ ذروتها، ومجلس المستوطنات: البناء في الضفة الغربية مستمر وسيستمر. ننتقل إلى الصحافة الدولية، حيث تحتل الأزمة المصرية والسورية والعراقية أيضا أبرز عناوينها. صحيفة الحياة اللندنية عنونت صفحتها الرئيسية: قوات النظام ترتكب مجزرتين في أريحة والبيضاء، ومواجهات الأكراد والمتشددين تمتد شرقا، و28 قتيلا من المعارضة قرب دمشق، والجربة يلتقي وزير الخارجية المصري. وفي الصحيفة أيضا: الصدر يدعو إلى طاحة المالكي، وأكثر من 500 قتيل عراقي خلال الشهر الجاري. ولبنان يترقب قرار أوروبا اليوم إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب، ومصر تسعى إلى إزالة آثار الإخوان. نختم من صحيفة الفاينانشال تايمز التي كتبت في تقرير لها أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عدداً أكبر من الدول تدعم هذا المشروع داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن لا تزال بعض الدول تثير تحفظات بشأن هذه الخطوة، ويحتاج قرار وضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية إلى موافقة جميع الأعضاء، وعددهم 28 دولة، وسيكون أقوى إجراء يتخذه الاتحاد. واعترى الصحيفة أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء بضغط من إسرائيل. ختام هذه الجولة، أجمل تحية وأترككم عبر زمام نشرة الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.